اتفضل يا كابتن، الاسم الاول ثلاثي والتدريب ايه؟ علاء عبد الظاهر، ماجستير تربيه رياضيه ومدرب قطاع الناشئين في نادي الزمالك، مدير اكاديميات نادي الزمالك. ودلوقتي انا جاي ببص على الاكاديميه الاسبانيه عشان دي كده حاجه تبع نادي ديبورتيفو ميديترينيو في اسبانيا. هي صديق اسباني يعني بعت لي الترخيص بتاع الاكاديميه، فعاملين تجربه كده، وكان اول تجربه اشتركنا فيها مع اكاديميه مع منطقه 6 اكتوبر، يعني عامله نشاط كويس، فحبينا نشترك لان الانديه هنا فيها شيء من الرقي شويه، فحبينا نشارك معاهم ان شاء الله مع كابتن عصام درويش كابتن فوقي وبقيه الزملاء، يعني كلهم ناس محترمه ومعمول شغل كويس في المنطقه يعني. شكرا يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل يا كابتن. وبنلتقي مع اكاديميه ديبورتيفو الاسبانيه بقياده الكابتن علاء عبد الظاهر. طبعا دي اكاديميه اسبانيه مرخصه في مصر، وبنلتقي مع اول لاعب. اسمك كابتن؟ حسام محمود نبيه. لا انا عايز اسمه تعالي كده. حسام محمود نبيه. مواليد كام يا حسام؟ 2000. لعبت فين قبل كده؟ في الزمالك، اكاديميه الزمالك. ماشي يا حسام. وبنلتقي مع الكابتن. اسمك حبيبي؟ حمد عبد الله صلاح. كويس. 2000. ماشي يا عبد الله. من اللعيبه كويسين عبد الله، وكل اداره البطوله اللي طبعا الاكاديميه بتشارك في بطوله البراعم، وكل يعني من اللعيبه المشهود ليها بالكفاءه يعني. اسم الكابتن؟ عبد الله جمال محمد، مواليد 2000. برضه عبد الله جمال من اللعيبه كويسه. اسم الكابتن؟ كريم علي مبروك، مواليد 2000. اسم الكابتن؟ نصير سعيد، مواليد 2000. نصير سعيد؟ نصير سعيد من اللعيبه برضه الموهوبه، وهو لعيب صغير وان شاء الله من الكفاءات اللي طالعه ان شاء الله كويسه يعني. الكابتن احمد فاروق محمد خالد، مواليد 2000. احمد فاروق محمد خالد برده من اللعيبه كويسه. محمد خالد علي هاشم، مواليد 2000. محمد خالد علي هاشم، مواليد 2000. انت لاعب فين اصلا؟ في اكاديميه الزمالك. من اللعيبه برده كويسه. محمود عادل عبد الستار 2000. برده من اللعيبه الموهوبه ان شاء الله بنتنبأ لهم بمستقبل طيب ان شاء الله. كابتن حسن محمود محمد، وليه كام يا حسن؟ 2003. ان شاء الله ليك مستقبل كويس. اسمك؟ محمد سعد سيد حلاوه. محمد سعد سيد حلاوه. كنت بتلعب فين اصلا يا محمد؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك، وبتشارك في الاكاديميه الاسبانيه. حاجه جميله جدا. اسمك كابتن؟ احمد سليمان عبد العال سليمان. مواليد 2000. طيب يا احمد كويس، احمد من اللعيبه برضه مهاجمين كويسين. اسمك كابتن؟ عبد الرحمن مصطفى عبد الله. مواليد 2000. ماشي عبد الرحمن. اسمك كابتن؟ احمد سعد محمد. برضه من اللعيبه اللي ظهروا في البطوله بمستوى كويس، بنتنبأ له مستقبل طيب. اسمك كابتن؟ ياسين مصطفى سيد. مع الكاميرا. اسمك؟ ياسين مصطفى سيد. مواليد كام يا ياسين؟ 2000. ياسين برضه مرشح ان شاء الله ان هو يروح نادي الزمالك، ولاعيبه كويسه. اسمك كابتن؟ احمد عبد العاطي طلعت. مواليد كام يا احمد؟ 2000. ماشي، برضه من اللعيبه المميزه. كابتن؟ محمد خالد محمد. من اللعيبه كويسه. كابتن؟ مؤمن حسن صالح. بص الكاميرا مؤمن. اسمك ايه؟ مؤمن حسن صالح. كابتن؟ جمال سليمان. ده بقى ده من اللعيبه بقى الايه اللي يعني اخف دم في الفرقه. حارس مرمى؟ لا لا لا، عيب. اسمك كابتن؟ سيد صلاح سيد علي. محمد سيف اليزن. كنت بتلعب في الزمالك ولا؟ في الاكاديميه. احسن حارس البطوله ده، من احسن حراس البطوله، مواليد 2003. يعني ما شاء الله فرق 3 سنين بينه وبين اللعيبه زمايله، ومقيد في اكاديميه ديبورتيفو الاسبانيه، وان شاء الله بنتنبأ له بمستقبل طيب جدا ان شاء الله. تقول بقى سيادتك لنا. علاء عبد الظاهر، مدير فني لاكاديميه ديبورتيفو. طبعا دي انا مشرف على الاكاديميه، لكن انا معايا انا مدرب في نادي الزمالك في قطاع الناشئين، وطبعا فكره الاكاديميات دي من الافكار الممتازه، وانا كنت مشارك في اكاديميات الزمالك، واكاديميه الزمالك على مستوى الجمهوريه ما شاء الله حاجه جميله جدا، بقياده الدكتور محمود سعد، عامل جو حلو جدا، وعامل قاعده للناشئين في مصر، ووفرت لنادي الزمالك كتير. كفايه ان انا اقول ان محمد ابراهيم احدث نجم في مصر دلوقتي، طالع من اكاديميه نادي الزمالك في اعتقد في المنوفيه،
في البحيره، انا اسف البحيره. فان شاء الله يعني الاكاديميات نادي الزمالك بقياده الدكتور احمد سعد عامل شغل كويس قوي، وتنبأ للاكاديميات عموما ان في دوري، في دوري خاص للاكاديميات بتعمله رابطه الاكاديميات بقياده اللي هو عصام صيام. ان شاء الله بنستعد لتشكيل البطوله قريب. اكاديميه ديبرتيفو بقياده اسامه صالح، هو صاحب الاكاديميه، هو طبعا مصري اسباني، وهو صديق شخصي، فطبعا جاب الترخيص في مصر. ان شاء الله في اربع اكاديميات فروع ليها يعني في مصر ان شاء الله، وانا بتمنى اللعيبه ان هم يكونوا خدوا فرصتهم في البطوله دي، في بطوله البراعم خاصه بالربط في الاكاديميات. ربنا ان شاء الله يوفقهم، وانا تحت امر في اي سؤال. شكرا يا كابتن. تحت امرك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. يلا كابتن. اسمي يا كابتن؟ محمد سعد سامح. مواليد كام؟ 2000. مصرك الاعلى مين؟ احمد فتحي. احمد فتحي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. امنيتك تبقى ايه؟ طب لعيب كوره. اي يعني تلعب في منتخب ناشئين، تلعب منتخب مصر؟ تلعب في منتخب مصر. طيب شكرا كابتن. رقم الفانيلا. رقم الفانيلا كام؟ 24. بتلعب بيها على طول؟ اه بلعب بيها على طول، بس بلعب في الخزينة 7. هو هيسألك يا ابني. يلا يا كابتن. الاسم ايه؟ حسام محمود نبيل. لعيب في اكاديمية ليبرتيفو الاسبانية؟ الاسبانية. وكنت انت في اكاديمية الزمالك؟ اه. طب حاجة جميلة جدا. ماسك الاعلى مين يا حسام؟ محمد ابو تريكة. محمد. يعني حاجة حلوة قوي ان يكون لعيب في نادي الزمالك ومثل الاعلى ابو تريكة، يعني مفيش تعصب، ودي حاجة جميلة جدا. وان هو بكل صراحة يعني لعيب كان بيتمرن في اكاديمية نادي الزمالك وبيقول انا مثل الاعلى ابو تريكة. ابو تريكة طبعا قدوة ولعيب مؤدب ولعيبة مصر كلها بتحبه. مين تاني بقى ماسك الاعلى برضه؟ احمد جعفر. احمد جعفر زمالك. امنيتك تبقى ايه يا حسام؟ بلعب كوره. يعني فين؟ منتخب مصر في النادي الاهلي؟ اه. رقم الفانيلا؟ ايه؟ 16. اتفضل يا حسام. اتفضل يا كابتن. محمد عبد الله، اسم الشهره بتاعك ايه بقى؟ احنا عرفنا اسم الشهره كده. الجزار. الجزار، هو لعيب قوي جدا فواخد اسم الشهره الجزار. دي عرفناها من البطوله. ماسك الاعلى مين يا محمد؟ كابتن محمود فتح الله. محمود فتح الله زمالك. امنيتك ايه يا محمد؟ كلها كرة قدم. أي ما انت لاعب كرة قدم يعني. آه. امنيتك تبقى توصل لايه يعني؟ لفريق الاسباني برشلونه. عايز تحترف في اسبانيا يعني؟ ان شاء الله. ماشي يا محمد، اتمنى لك التوفيق يا حبيبي. قول قول. اتفضل يا كابتن. الاسم ايه؟ عبد الله جمال. عبد الله جمال. ماسك الاعلى مين يا عبد الله؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم زمالك. طب ايه اللي بيعجبك في محمد ابراهيم؟ اللي هو مهاري وبيعرف يتحكم في الكوره. ما شاء الله. امنيتك ايه يا عبد الله؟ اطلع لعيب في نادي الزمالك. تلعب في نادي الزمالك، وايه تاني؟ وفي منتخب مصر. مين بيعجبك بقى من الانديه اللي بره؟ كريستيانو وميسي. كريستيانو وميسي، شكرا. انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ زملكاوي. زملكاوي؟ طب ايه رايك في ابراهيم يوسف؟ ما تعرفش عنه حاجه؟ هو صغير بقى. ما حضرتش ابراهيم يوسف. ها؟ اتفضل. امال حضرت مين؟ ولا الجوهر الكبير ولا الجوهر الصغير؟ لا دول. حضرت كلهم؟ كله الجديد اللي انت بتشجعه؟ ماشي. اتفضل يا كابتن. اسم ايه؟ احمد ابو علي طلعت. احمد بتلعب ايه؟ مركزك ايه؟ انا بلعب باك. باك. ماسك الاعلى مين؟ في مصر. في مصر محمد ابراهيم. بره؟ بره ايه؟ داني الف. النادي اللي انت بتحبه بره ايه؟ برشلونه. برشلونه، برشلوناوي يعني. امنيتك ايه؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك. ما شاء الله، ربنا يوفقك. شكرا. اتفضل يا كابتن. الاسم ايه؟ احمد محمد فتحي. احمد فرج. ماسك الاعلى مين يا احمد؟ شيكابالا. شيكابالا. وبره مين؟ ميسي ورونالدينو. ميسي ورونالدينو. امنيتك ايه يا احمد؟ اطلع لعيب كوره في نادي الزمالك. تلعب في نادي الزمالك بالغالبيه كده زملكاويه. ماشي يا احمد. الاسم ايه؟ ياسين مصطفى سيد. ياسين مصطفى سيد. مواليد كام يا ياسين؟ 2000. مواليد 2000. ماسك الاعلى مين؟ ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح زمالك. طب امنيتك تبقى ايه يا ياسين؟ تلعب في نادي الزمالك. عايز تلعب في نادي الزمالك. وبره بتحب مين؟ روبن وريبيري. ها؟ روبن وريبيري. ما شاء الله، ان شاء الله. كويس كويس، بالتوفيق. مع احسن حارس في بطوله البراعم. الاسم ايه يا حبيبي؟ عبد الرحمن ناصر. عبد الرحمن ناصر. مواليد كام يا عبد الرحمن؟ 2003. مين بقى احسن حراس مرمى الاول؟ مين احسن حارس مرمى ليك انت؟ لي انا عصام الحضري. عصام الحضري. طيب مين احسن حراس تاني في مصر انت بتحبهم؟ شريف اكرامي. شريف اكرامي. مين تاني بيعجبك؟ ابو واحد. ابو واحد السيد. بره بقى مين ماسك الاعلى؟ كاسياس. كاسياس. وانت تسميه اللي سماه كاسياس؟ الشهره بتاعتك. اسم الشهره بتاعتك كاسياس. امنيتك تلعب فين؟
نادي الزمالك. نادي الزمالك، بالتوفيق يا حبيبي. احمد سعد مسك الاعلى مين يا محمد؟ احمد حسن زمالك. وبره لعيبه الاجانب كريستيانو رونالدو. امنيتك تبقى ايه؟ بلعب كوره في المنتخب ويلعب في عايز تلعب منتخب مصر. شد حيلك وكل حاجه بتيجي بالتدريب ان شاء الله، ربنا يوفقك يا حبيبي. ماشي، اتفضل يا كابتن. اسمك ايه يا كابتن؟ محمود عادل محمد. محمود عادل محمد. مواليد كام؟ 2000. ماسك الاعلى مين؟ احمد فتحي. يعني ما شاء الله زملكاوي لكن احمد فتحي في الاهلي. انت عايز تطلع زي مين يعني من النجوم يعني التاني؟ كريستيانو. كابتن كريستيانو ده بره في مصر؟ احمد فتحي بره. بالتوفيق يا حبيبي. الاسم ايه؟ عبد الرحمن صلاح. مواليد كام يا عبد الرحمن؟ 2000. امنيه حياتك ايه؟ ما كلنا لعيب كوره، انت زي مين؟ محمد عبد الشافي. كويس، وبره بتحب مين؟ كريستيانو رونالدو. بالتوفيق يا عبد الرحمن. تعال نصير. اتفضل يا كابتن. اسمك؟ اسمي نصير. نصير انت منين اصلا يا نصير؟ من الاقصاص. طب ومين اللي يعني ماسك الاعلى مين يا نصير؟ جدو. محمد ناجي جدو. زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. ماشي. عايز تبقى زي مين بره بقى قلت؟ كريستيانو رونالدو. امنيتك تبقى ايه بقى؟ عايز تلعب في مصر في نادي ايه؟ نادي عايز تلعب في الاهلي. بالتوفيق يا نصير، وانت من المواهب الكويسه قوي اللي الناس كلها اتكلمت عليها في البطوله، انه هو 2002 وبيلعب مع سن اصغر منه اكبر منه بسنتين، وما شاء الله ظهر في وسطهم بصوره كويسه. بالتوفيق يا نصير ان شاء الله. محمود مواليد كام يا حسن؟ 2003. برضو من اصغر لعيب اللي شاركوا في البطوله مع زميله كريستيانو الحارس، وبرضو خد شهره في البطوله ان هو لعيب صغير وبيشارك مع سن اكبر منه بثلاث سنين، وبنتمنى له التوفيق. انت ماسك الاعلى مين يا حسن؟ محمد ابراهيم. كويس. ايه اللي بيعجبك في محمد ابراهيم؟ لاعب مهاري. قول لي بقى يعني مين تاني من اللعيبه المهاريه في مصر تعجبك يا حسن؟ زي عبد الشافي. ومين تاني؟ وحسين ياسر. محمود. طيب احنا بالتوفيق يا حسن. ايوه اتفضل يا كابتن. ماسك الاعلى مين؟ لام الاول يا كابتن. الاسم ايه؟ كريم علي مبروك. مواليد كام؟ 2000. ماسك الاعلى مين؟ حسام عاشور. وبره؟ بره دنيا. امنيتك؟ العب في نادي الزمالك. بالتوفيق ان شاء الله. الاسم ايه؟ محمد خالد علي ياشر. ماسك الاعلى مين؟ محمد ابراهيم. وبره؟ كريستيانو. وامنيتك ايه؟ اطلع لاعب في نادي الزمالك منتخب مصر. برافو عليك، التوفيق ان شاء الله. الاسم ايه؟ لا اتفضل يا كابتن. الاسم ايه؟ احمد سليمان عبد الله. احمد سليمان، انت برضو من اللعيبه اللي ظهرت في البطوله بشكل كويس والناس شكرت فيك. ماسك الاعلى مين؟ احمد حسن. ومين تاني؟ وفكر خالص. تمام. اللعيبه اللي بره بتحب فيكتور؟ ومين الفرق اللي بتحبها بره؟ برشلونه. وجوه؟ جوه الزمالك. الزمالكاوي، بالتوفيق. وامنيتك بقى تبقى ايه؟ امنيتي؟ الامنيه بتاعتك. تتمنى ايه يعني؟ عايز تبقى لعيب كوره في نادي الزمالك؟ يلا بالتوفيق. يلا يا كابتن. اسمي ايه؟ محمد سيف اليزهر. مواليد كام؟ 2000. ماسك الاعلى مين؟ زين الدين زيدان. وفي مصر مين؟ احمد حسن. امنيتك تبقى ايه؟ لاعب كوره في منتخب مصر ونادي الزمالك. طيب بالتوفيق يا حبيبي. الاسم ايه؟ محمد خالد. مواليد كام يا خالد؟ 2000. ماسك الاعلى مين؟ مثلا محمد ابراهيم. امنيتك؟ امنيتك اللاعب في نادي الزمالك. شكرا. تعال. مؤمن حسن صالح. مواليد كام؟ 2000. ماسك الاعلى مين؟ محمد ابراهيم. وبره؟ كريستيانو. امنيتك؟ لعيب كره في نادي الزمالك ومنتخب مصر. ماشي، بالتوفيق. اتفضل يا كابتن. اسمك ايه؟ جمال سليمان عبد العال. امنيتك ايه يا جمال؟ بيقولوا عليك دم خفيف يا جمال، صحيح؟ وشه يعني مبتسم على طول وضاحك يعني. عايز تبقى زي مين يا جمال؟ عايز ابقى زي ميسي. وفي مصر زي مين؟ اللعيبه المصريين بيعجبوك مين؟ كريستيانو. لا المصريين. معرفش. احمد حسن ولا جده ولا شيكابالا ولا محمد ابراهيم ولا شيكابالا. توفيق. سيد صلاح السيد. ماسك الاعلى مين؟
عبشافي. عبشافي. وبره؟ كريستيانو. ومنية حياتك تبقى ايه؟ العب في الزمالك. الزمالك. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يحقق